ما أحلى الرجوع إليه. هل تربي أبنائك على محبة الجنة أم تربيهم على محبة الخلق أو المشاهير؟ هل تزرع يوميا في ابنك أنك يا ابني يا حبيبي يا فلزة كبدي يا بضعة من روحي مخلوق للجنة، وأنت في مرحلة الآن ترانزيت، مرحلة مؤقتة جدا جدا، يجب أن تزرع فيها مزرعة للآخرة. كلام بسيط وسهل للطفل، ازرع في عقله الشريف يا ابني يا ابني يا ابني أنت مخلوق لجنة عرضها السماوات والأرض.